توصلت إليه الاختراعات جهاز جديد عبارة عن ساعة يد لعد قضمات الطعام. وبفضل هذا الجهاز تمكن الأطباء من تحديد معدل قضمات الطعام التي يجب تناولها في اليوم للحفاظ على وزن صحي، وهو 100 قضمة في اليوم. أما السعرات الحرارية فتختلف بين الجنسين، إذ يجب أن تحتوي قضمة واحدة من الطعام للرجل 17 سعرة حرارية، ما يعني أنه إذا تناول 100 قضمة في اليوم سيتبع نظاما غذائيا يحتوي على 1700 سعرة حرارية. ويقل عدد السعرات عند المرأة، إذ أن قضمة واحدة من الطعام يجب أن تحتوي على 11 سعرة حرارية، وبالتالي ستتبع نظاما غذائيا يحتوي على 1100 سعرة حرارية. وللوصول إلى هذا الهدف يجب تناول الطعام ومضغه ببطء بمعدل 20 مضغة لكل قضمة، والاستراحة لمدة 10 ثوان بين كل قضمة وأخرى، إذ أثبتت الدراسات أن مضغ الطعام ببطء يؤدي إلى خسارة الوزن، كما يساعد في تجنب عسر الهضم وارتجاع الحمض المريئي، في حين تؤدي السرعة في الأكل إلى مشاكل في الهضم، كما تدفع إلى تناول كمية أكبر من الطعام. آسيا صفي الدين، العربية.